حليمة عوض مي، وجوزي كمال محمد مي. احنا بالنسبة لنا الحصار يعني كمزارعين اهم حاجة انه اثر علينا. نزرع كل سنة ان حركة 8 سنين، واحنا موسمنا ما كله لورا لورا لورا، كله مخسر يعني على الفاضي. بس اللهم فيما بنجوبنا الا التعب، تعبنا بس. فاحنا ايش من يعني بنقول السنه انتم كمزرع سلطه مثلا زراعه بدنا تساعدونا في حاجه يعني ترفعوا عنا هالحصار وتخلينا الطريق تنفتح علينا ونصدر محصولنا بقى كل موسم من حد ما سكروا علينا الموسم ما صار الحصار زاد زاد علينا يعني الحين كله بروح مستهلك محلي والله ما بيجيب حق المي وبعدين لتر الكاس 65 نقدرش نسقي هذا هو المتوه كله ديون علينا كلها ديون الكاز الكاز عمال 6.5 والله ما بيجيب ميته ندخل على الأمم المتحدة ترفع عنا هذا الحصار كل العالم يتوجه لنا كشعب غزة شعب منيل متنا مش يعني موت على وجه الأرض يعني لو تحت الأرض أفضل إلنا من هالحياة هذه حياة صعبة جدا يعني ما حدش قدر يتحملها يعني صارت المرأة كما لو كانت راجل تنزل الأرض وتحرط وتساوي وتزرع في سبيل إنها تحصل على لقمة إنها تأكلها يعني من اليوم صار حتى تشتغل بنشاط كبير كبير بنفس قرش تجيب ونفس تعيش لكن ما فيش شيء أشهد الله بقينا في الأول نربح بقت الطريقة فاتحة طبعا قبل الحصار بقت حياتنا حلوة أنا مزارعة من 20 سنة وأنا بأزرع توت لكن إحنا ضايقنا السنة ولا أي حاجة من الحصار إلا من 7 سنوات بنعاني ولا حاجة مستفيدين من زراعتنا يعني تعب على الفاضي بروح صحتنا راحت في سائل هذه كل إشي عندنا غالي 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 ومحصولنا بروح ببلاش البلاش بياخذوا يعني بيجيبش المصاري اللي بندفعهم احنا على الارض لا والله ما بيجيب الا بضل دين علينا بالنسبه للكاس اللتر بقينا ناخذه ب 15 بشكل ونص الحين ب 6 شيكل ونص ما بنقدرش نسقي ونروي الارض زي ما كانت تشرب وتعطي الحين يعني الارض حتى ضعفت جره الغاز كنا ناخذها اقصى حد ب 10 مليون الحين ب 45 مليون يعني كله الطاق مضاعف 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 انا كمزارعه وغيري زي كمان بنجيب عمال بالاجار عندنا ومش مش قادرين مش قادر الارض تدينا تنتج ان نعطي اجار عمال ولا اجار مواد ولا اجار بذور يعني كله 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 صعب فهذا كله نتيجه الحصار احنا لما نيجي نزرع مثلا ونلاقي للمزرعة بتيجي حرب بتيجي اضرابات بتيجي اجتياحات بتاخذوا كل هيته بتحصده طب من وين بدنا نجيب احنا لو اكتش يعني بدنا نضلنا في هذا الحال احنا بنطالب انه تفكوا لنا الحصار وتامنوا لنا على اساس انه احنا نزرع على اساس انه في مصدر انه يتاخذ توتنا ما يضلوش مرمي في وجوهنا ونامن حياتنا لانه ما فيش فيش حتى دعم لنا كشعب انه واحد يجي يدعمنا وزاره الزراعه تدعمنا ما فيش شيء فيش حكومه تدعمنا كل تعبنا بروح على الفاضي يعني عايشين هيك نطلب كل الدنيا تقف معانا بس اللي نعيش زي البني ادمين زي اي دوله ثانيه زي نساء اي دوله احنا شعب فلسطين كله نيلك شعب غزه بالذات المراه صارت زي الراجل طوى نهارها في الشموس طوى نهارها في السواق طوى نهارها في الارض تشتغل في سبيل انها تعيش في سبيل انها تروح بالطبخه لدارها هياته هي اللي بنطالب فيه بس انه يعينوا هالهم عنا يزحوه فيش يوم بمر على علينا كمزارعين كويس ولا يوم ولا يوم نقول يعني السنه هذه بدنا نستفيد لا على الفاضي فيش مزارع ايوه هذا مزارع والله بالاجار والله بتعمل كيس ولا مزارع بجيب ماله ولا مزارع والله ولا مزارع انا بحلف عنهم يمين الا على دين والله ما في مزارع خال الدين الا كليتنا ديون عايشين هيك احنا بنطالب يوم يعاملونا معاملة حسنة يعينوا عنا هالحصار ويفكوا هالطريق والاحوال تتصلح حتى نعيش زي البني ادمين زي نسوان الناس كلها العالم كله
كل حاجة عندهم، كل المتطلبات الحياة، احنا مش قادرين نعمل اي حاجة، المتطلبات الضرورية مش جايبينها، هم عايشين على الكماليات. احنا عايشين على الضروري، الاضر من الضروري عايشين، ان نحصله مش قادرين نحصله. زي هيك.